الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بدنا نبلش بالعلاقة الثالثة من علاقات بين النسب المثلثية. اليوم العلاقة بتخص الظل. العلاقة الثالثة بتحكي لي إنه ظل السين أو ظل الزاوية سين هو يساوي جيب السين على جتا السين، بحيث إنه جتا السين لا تساوي صفر. القاعدة الثالثة أو العلاقة الثالثة هي بتضم لي الظل. الظل بيحكي لك إنه أنا لو قسمت الجيب على الجتا رح يطلع لي قيمة للظل. أكيد لازم جتا السين ما تكون صفر، لأنه لو كانت جتا السين صفر، يعني لو كان جيب السين تساوي صفر، صارت لنا قيمة غير معرفة وما بقدر أحلها، ومستحيل أحل أي عملية حسابية مقام يساوي صفر، فبتصير عنا قيمة غير معرفة، فلازم نكتب إنه جتا السين لا تساوي صفر. نبلش حل أمثلة عليها. مثلا مثال، أعطاني جيب السين تساوي 3 على 5 وجت السين تساوي 4 على 5، بدي أوجد ظل السين. من العلاقة من ظل السين يساوي جيب السين على جتا السين. جيب السين 3 على 5 وجت السين على 4 على 5. لما يكون عندي مقام بسط مقام على بسط مقام، المقامات إذا كانت متشابهة بتروح مع بعض، بدل عنا البسط اللي هو 3 على 5. كمان مثال بحكي لك إذا كان ظل السين يساوي 3، أوجد جيب السين وجتا السين. هلأ هون بدنا شوي نفتح مخنا، لأنه أنا هون رح أربط العلاقات مع بعضها. كيف بدي أطلع جيب السين وجتا السين من ظل السين؟ هلأ أنا بس بعرف معلومة أنه ظل السين يساوي جيب السين على جتا السين، تمام؟ وظل السين أعطاني إياه هي 3 يساوي جيب السين على جتا السين. رح أضرب ضرب تبادلي، حيطلع عندك إنه 3 جتا السين يساوي جيب السين. طب هينا عرفنا معلومة إنه جيب السين هي 3 أضعاف جتا السين. طب كيف بدي أكمل الحل؟ رح أكمل الحل على العلاقة الثانية. العلاقة الثانية كان معطيني إنه جيب تربيع السين زائد جتا تربيع السين يساوي 1، تمام؟ منها إنه جيب السين تساوي 3 جتا السين، معناته هي رح أشطبها، رح أحط مكانها 3 جتا السين، ما ننسى التربيع، زائد جتا تربيع السين يساوي 1، ربع 9 جتا تربيع السين زائد جتا تربيع السين يساوي 1، 9 زائد 1 10 جتا تربيع السين على 1، تقسيم 10 تقسيم 10، إذا جتا تربيع السين يساوي 1 على 10، بدي أخذ تحت الجذر، تحت الجذر إذا جتا السين تساوي 1 على جذر 10. أنا هيك بكون طلعت مين؟ طلعت جتا السين. برجع للعلاقة اللي أنا ربطتها مع الظل، إنه 3 مضروبة بجتا السين، الجواب اللي أنا طلعته 1 على جذر 10 يساوي جيب السين، إذا جيب السين يساوي 3 على جذر 10. نرجع نلخص الحل بشكل سريع. أعطاني ظل السين يساوي 3، طلب مني جيب الزاوية سين وجتا الزاوية سين. كيف بقدر أطلع وأربط الجيب الزاوية وجتا الزاوية بالظل؟ هلأ أنا الظل أعطاني إلها قاعدة أو علاقة بين الظل والجيب والجتا، أن ظل السين يساوي جيب وجتا. الظل معطيني إياه 3، ضربت ضرب تبادلي، طلعت إنه جتا السين يساوي جيب السين. بعدين كيف بدي أستخدم هاي العلاقة أني أطلع قيمة الجيب وقيمة الجتا؟ رحت على العلاقة اللي أخذتها الثانية، إنه جتا تربيع جيب تربيع السين جاءت جتا تربيع السين يساوي 1، منها إنه جيب السين هي 3 جتا السين، عوضتها وحط حللت وعوضت وربعت ونقلت العشرة، قسمتها على 10 وعلى 10، وبعدين أخذت تحت الجذر عشان أتخلص من التربيع، بضل عندك 1 على جذر 10 هاي جيب جتا السين. بده برضو جيب السين، بروح برجع على القاعدة اللي أنا طلعتها، إنه 3 ضرب جتا السين يساوي جيب السين، معناته 3 ضرب 1 على جذر 10 يساوي جيب السين، معناته جيب السين تساوي 3 على جذر 10. برضو كمان ناخد كمان مثال مهم، كمان مثال. هلأ هون المثال اختصر لك إياها نفس المثال اللي قبل، بس يعني تحدي 17 صفحة 93، نفس المثال الأبل اللي شرحته، بس هون اختصر لك إياها إنه ما أعطاك، إنه ما أعطانا زي هيك ظل الزاوية سين يساوي كذا. أنا من هون بدي أوجد ظل الزاوية ها وبدي جذر زاويها. كيف بوجد ظل الزاوية؟ هل أنا بعرف إنه الظل
الها يساوي جيب الها على جتا الها. تمام؟ معناته أنا بقدر أقسم على جتا الها على جتا الها ومنها الخمسة تساوي جيب على جتا ومنها الضل يساوي خمسة. نرجع نعيد، أعطاني جيب الها يساوي خمسة جتا الها. أنا بعرف القانون بيحكي لي إنه الضل يساوي جيب على جتا. طيب بقدر أخلي الخمسة لحالها، إني أقسم على جتا الها على جتا الها. لما قسمت على جتا الها شو صار عندي بالطرف الثاني؟ صار عندي الجيب على الجتا، ومين قاعدتها الجيب على جتا؟ هي الضل، والضل قديش أعطاني إياها؟ خمسة. إذا القانون ضل الها يساوي جيب على الجتا، وهاي كلياتها تساوي قديش؟ تساوي خمسة. طيب كيف بدي أوجد جتا الها؟ جتا الها أو جيب الها بقدر أوجدهم بس من المتطابقة، اللي هي جيب الها تربيع زائد جتا الها تربيع يساوي واحد. منها إنه الجيب أعطاني خمسة جتا الها، معناته بدي أشيل الجيب أحط مكانها خمسة جتا الها لكل تربيع زائد جتا تربيع الها يساوي واحد. خمسة وعشرين جتا تربيع الها زائد جتا تربيع الها يساوي واحد. خمسة وعشرين زائد واحد ستة وعشرين جتا تربيع الها يساوي واحد. على ستة وعشرين على ستة وعشرين جتا تربيع الها يساوي واحد على ستة وعشرين. تأخذ تحت الجذر تحت الجذر، إذا جتا تربيع الها يساوي واحد على جذر الستة وعشرين. ولو طلب منك جيب الها بدك تروح تحكي إنه جيب الها تساوي خمسة ضرب واحد على جذر الخمسة ستة وعشرين، بطلع لك خمسة على جذر الستة وعشرين. طب هيك أنا بكون خلصت أفكاري الدرس كلياتهم، قسمتهم على ثلاث دروس، أخذنا النسبة العلاقة الأولى والعلاقة الثانية والعلاقة الثالثة. بأسئلة الدرس رح نربط العلاقات الثلاثة مع بعضهم البعض. تمام ماشي.